السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في مطبخ وجدية، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الطاجين سريع زوين ولذيذ، يعني توجديه بسرعة خصوصا في هاد الايام ديال رمضان الكريم. كنبغيو هكا حويجات لي ساهلة خصوصا بالنسبة للعشاء. ودينا ان شاء الله ندخلوا في المقادير وطريقه التحضير، ولكن قبل ذلك نتمنى من الناس لاول مره يدخلوا عندي القناه انهم يتابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. بالنسبه لهاد الطاجين غادي نديروه بالسوسيس، بطاطا بالسوسيس كما قلت لكم. هكا غادي تجي وصفه اللي هي مغايره، كما كنعرفونا السوسيس كنديروه بلا صوص ويعني شويه كيكون ميدم. لهذا فكرت انني نديرو طاجين باش هكا يعني انسان ينقص عليه هذاك الدم. عندي هنايا واحد جوج بطاطات سلقتهم هكا نص سلقه، كما كتشوفوا معايا البطاطا شويه غليظه وسلقتها نص سلقه باش هكا نسرع الطياب ديالها. عندي بصله مشلده بهذا الشكل هذا. عندي السوسيس تقريبا واحد 200 غرام. عندي جوج مطيشات محكوكين في الحكاكه الغليظه، واحد تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال قزبر معدنوس ومعلقه صغيره ديال الطوماط كونسونطري. بالنسبه للعطريه انايا البطاطا ديالي راني ديجا سلقاها في الملحه، درت هنايا درت واحد طريطقه ديال الملح، بزار سكينجبير، خرقوم، شويه كمون وشويه فلفل احمر، هادو تقريبا راس معلقه من كل حاجه. غادي نبداو على بركه الله. هنايا في الطاجين ديالي في القاع درت هكا العريشات ديال الكرافس. الا كان عندكم داك الكرافس يعني اللي جاي شويه كبير داك القصيبات ديالو يكون من الاحسن. غادي نفرش البصله من التحت، هاد البصله كتعطينا البنه وميم طون كتكامف لي شويه على الطاجين باش ما يشدش في الخضره. صيي وغادي نبدا ان شاء الله غادي نستفي البطاطا ديالي. كاينين المرصويات اللي درتهم شويه رقيق بانوا لي بحال يعني دخلهم الطياب. كما كتلاحظوا معايا انايا البطاطا ديالي استفتها وحده فوق وحده تقريبا، وهذوك اللي شويه طايبين يعني جايين شويه مفتين درتهم هنايا هكا بحال في الوسط. بالنسبه للسوسيس ديالي غادي نستفو حتى هو. وهنايا في الطاجين كل وحده تتفنن على حساب الكانه ديالها، كل وحده دير الطريقه اللي تعجبها. ما تنساوش ان السوسيس غادي يطلق الزيت ديالو حيت هو راه فيه بزاف ديال يعني لا غريس. من الاحسن اننا ما نكثروش الزيت، غادي ندير واحد انقطاش صغيره ديال الزيت. غير هكا غير باش الطاجين لتحت مي تقريبا واحد نص معلقه كبيره. وغادي ندير داك التوابل ديالي من الفوق، وهداك المطيشه غادي نخليها حتى نحس ان البصله ديالي راها دخلها الطياب، عاد غادي ندير داك لاصوص من الفوق. بهذا الشكل هذا غادي نوريكم الطاجين لقيت ريه يدخل الطياب. هنا الطاجين ديالي من نحس ان داك البصيله اللي لتحت راها تكون تشحرت وتجمرت، غادي نضيف لها داك المطيشه ونضيف لها القزبر ومعدنوس. بالنسبه لديك طوماط كونسونطري غادي نحلها غير شويه ديال الماء. غادي نخلي داك المطيشه تندمج لي مع العناصر تذوب مزيان، ومن بعد ان شاء الله غادي عاد ندوق ونشوف الا كان ناقصها شي حاجه مليحه ولا شي حاجه. بغيتش نكثر الماء بزاف حيت غير داك لي دم تقدر تطيب فيها ديال لي دم ديال السوسيس. غادي نخليها ان شاء الله حتى تنشف لي من هاد الروا ونحس ان السوسيس ديالي طاب ان شاء الله، عاد غادي نقدموها. الطاجين ديالي هو هذا البنات، من بعد ما كيتجمر كيجي بهذا الشكل هذا، كيجينا شويه زوين شي رائع. نتمنى ان شاء الله ان هذا الاقتراح يعجبكم، ويعجبكم ما تنسونيش بجيم
خليو لي تشجيعاتكم واقتراحاتكم في الكومنتار، خليو لي لايك. بالنسبة للناس اللي أول مرة يدخلوا عندي القناة، نطلب منهم أنهم يتابعونا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. وبصحة وراحة وليلة سعيدة.